لم يخبرني بشيء عن نفسه ولا عن أهله، وعمران بن يحيى هذا سرقني وهرب بعد أن كاد يوقعني في شباك الكفر. شيء يحير الألباب. الرسائل كانت تصل إلى قايد باي لتؤكد له أنك ذهبت إلى يعقوب شاه. يعقوب شاه؟ إذن هو عمران. نعم عمران. لابد أن أقابل السلطان لأوضح له الأمر. السلطان الآن لا يشغله أمر يعقوب شاه. كيف؟ يشاع أنه سيعقد صلحا معه. ماذا؟ كلاهما يخاف أبناء عثمان العثمانيون. إنهم يفكرون الآن في انتزاع الخلافة من بني العباس، ولكن ليتهم يفعلون ذلك، فنحن في حاجة إلى خلافة قوية لتعيد للإسلام هيبته. وليتك أنت تفكر في وضع كتاب عن الخلافة والخلفاء منذ أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحتى يومنا هذا. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل. قرار إعادتك للتدريس لا يملكه إلا السلطان. الخلفاء. ماذا تقول؟ انتشر الطاعون في أرجاء البلاد. نحن لا نعرف سر ذلك يا مولاي. عمران! أمر مولاي السلطان. هل أخبروك بما حدث؟ نعم يا مولاي السلطان. أنت طبيب حازم، فأخبرنا كيف يكون الشفاء. للأسف يا مولاي، هذا مرض لا شفاء منه. خير به. يقول إن المرض قد انتشر في الزرع والماشية والناس. لا حل أمامنا غير محاصرة المرض. كيف؟ نحرق المرضى. ماذا؟ هذا هو الحل الوحيد الذي أمامنا يا مولاي. والزرع والشجر والبهائم، كل شيء أصابه الطاعون لابد من حرقه. افعل ما تريد يا عمران، فأنا أثق بك. وأنا خادمك الأمين يا مولاي. اذهبوا جميعا. أريد أن أبقى وحدي. ماذا حدث يا قائد باي؟ أركان دولتك تهتز. أين ما شيدته من قلاع وقصور؟ حسن الطويل وابنه يعقوب شاه كان الخطر الوحيد الذي يهددك. اليوم تعددت الأخطار. هناك من يتربص لك. أبناء عثمان يتقدمون. الطاعون يأكل الأخضر واليابس. ماذا حدث؟ ما سر ذلك؟ هذا كتاب الإتقان في علوم القرآن، وهذا كتاب المصابيح في صلاة التراويح.
وهذا كتاب طبقات المفسرين. يا ما شاء الله ما شاء الله، كل هذا في أيام معدودة. سجنت نفسي عن الدنيا وزخرفها، واخترت العلم ليكون رفيقي، وها أنا ذا بحمد الله وفضله أتم كل مساء أحد هذه المصنفات. أسأل الله أن ينتفع بها الناس. لو كنت ميسور الحال لذهبت للخطاطين والنساخين بهذه المؤلفات. لا تشغل بالك يا صوتي ودع لي هذا. ولكن ثمن النسخ سيدفعه السلطان قائد باي. هل طلبت السماح للقائي وموعدنا الليلة؟ إليكم النبأ الهام، لقد أصيبت ابنة السلطان قائد باي بمرض الطاعون. وهل ستحرقها هي أيضا؟ مضطر، إنني أحاصر المرض. تحاصره أم تنشره؟ كيف كيف؟ قل يا عمران، أما أنا لغير قايت باي أن يصبح سلطانا؟ لم أجد من هو أفضل منه حتى الآن، ولكن أعدكم بالقضاء عليه إذا تعارض وجوده مع مصالحنا. أتريدني أن أصدق هذا الكلام العجيب؟ كل الدلائل تشير إلى صدقه يا مولاي. الرجل عاد إلى صوابه وحج إلى بيت الله الحرام. مولاي، إنك تولي العلم اهتماما كبيرا، وهو الرجل قد ألف وصنف ووضع الكثير من الكتب. مولاي، أنا ما جئت للعودة للتدريس، ولكني أردت أن أبرئ ذمتي أمام السلطان. انتظر، هل راجعت هذه الكتب؟ قرأت بعضها، وأشهد أمام الله تعالى أن ما قرأته أذهلني. كيف؟ لقد وهبه الله تعالى قدرة على استنباط الأحكام والاجتهاد تعادل قدرة ابن حجر العسقلاني. مولاي السلطان، يبدو أنني جئت في وقت غير مناسب. انتظر انتظر، أتعرف طبيبنا؟ طبيبك؟ إنه عمران بن يحيى الطنطاوي الذي كاد أن يفسد عقلي. أنا لا أعرفك. بل تعرفني. مولاي، أرجوك أمره أن يتركني، فالمرضى ينتظرونني. أيها المخادع، لماذا تركتني في الصحراء وحدي؟ وماذا تريد من السلطان؟ دعه يا سيوطي. من تكون؟ أنا طبيبك يا مولاي. غاية ما أعرفه أن طبيب مولاي السلطان هو إبراهيم بيك الإمبابي، قتل على يد مجهول، وفي اليوم الذي قتل فيه ظهر عمران. خير مولاي. أمر مولاي. من يكون هذا الرجل؟ إنه أنا خادمك المطيع يا مولاي. انطق يا خير، من يكون هذا الرجل؟ سأعترف بكل شيء. هلا اعترف. وقرر السلطان إعدام عمران. ماذا؟ مات عمران، مات من أجلنا. اعتراف خير هو السبب. لو لم يعترف. بل قل لو لم يظهر السيوطي من جديد. لا أدري
لا أدري كيف عاد للحياة مرة أخرى، لا أدري. سأجعله عبرة لكل من يعادينا. ماذا يريد منا أحفاد القردة والخنازير؟ لماذا يكنون لنا كل هذا العداء؟ يا سيوطي، إنهم لم يتغيروا على مر العصور، طباع واحدة ونفس واحدة. ولهذا خاطب الله تعالى يهود المدينة وكأنهم أصحاب موسى، ولهذا أيضا وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله. ذهبت لصلاة الفجر وفي الطريق لمحته وهو يمسك بسكين ويحاول قتل الإمام السيوطي. أعدموه مولاي السلطان، رؤوس الأفاعي ما زالت تختبئ في الجحور. ما رأيك يا سيوطي؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما عندما أخرجهم من المدينة. هيا هيا أسمعوا، احملوا كل شيء. لا تحزن، لا تحزن يا عزيزي، لا تحزن، لن نتركهم أبدا، سنفرق شملهم، سنقتل علماءهم وأبطالهم، سنشتتهم في الأرض كما فعلوا بنا. هيا هيا.